انت نفسك وانت موجود في الاسماعيلي كان بيجي لك عروض واهلي وزمالك وخلافه، كان الاسماعيلي بيتمسك بيك وما بيسيبكش، ده حصل معاك فعلا؟ صح يعني حصل، بس اول حاجه ما كانش فيه المبالغ دي، يعني ما كانش فيه المبالغ الكبيره دي، وما كانش فيه الانديه دي، كان الانديه الشعبيه برضو كتير. لكن دلوقتي خلاص اتجهت كله، يعني الانديه الشعبيه خلاص كلها، يعني مفيش غير المحله والاتحاد واسماعيلي ومصري دلوقتي. مع الاهلي والزمالك. مع الاهلي والزمالك ده يعني موضوع تاني. فكان اهلي وزمالك هم اللي يقدر يشتري لعيب واللي يقدر يدفع فلوس للعيب. لكن عشان كده لا، زي ما عبد الواحد بيقول، الفرقه اللي كانت موجوده دي احنا كان عندنا فرقتين في النادي، كنا بنحب النادي جدا، كنا بنلعب للنادي يعني، وما كانش فيه امكانيات برضه ماديه، كان يعني بالعافيه، بس كنت بتحب المكان. كنا ممكن شهر شهرين تخش. اللاعبين الموجودين حاليا في الاسماعيلي ما عندهمش نفس الروح والحماس ده زي اللي كان في الجيل بتاعكم؟ بص، الضغوط عليهم كتير جدا. الضغوط عليهم كتير جدا، جماهير واعلام وكل حاجه. ما انتوا كان بيضغط عليكم من جماهير واعلام طول الوقت، او الجماهير ما اتغيرتش والاعلام ما اتغيرش؟ اللعيبه يعني بص، واحد قال اسامي تشيل منتخب مصر، وكانوا منتخب مصر كلهم صح، لكن اللعبه دي لسه صغيره. اللعبه دي طلعت ما لعبتش قدام جماهير من 2011. ما فيش جماهير. ما فيش يعني دلوقتي الألف اللي بيدخلوا الماتش، لا ضغط رهيب، وانت النادي الاسماعيلي دلوقتي الاخير او القبل الاخير، فانت بتلعب تحت ضغط، انت كل باص دلوقتي بيبقى محسوب عليك، فلازم اللعبه دي تلعب بروح، لازم اللعبه دي تعوض الامكانيات اللي في الفرق التانية بالروح. مش هتيجي غير كده.